فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواننا أخواتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، إلى حلقة جديدة من برنامج فتاوى رمضانية. نجيب على أسئلتكم واستفساراتكم، وخصوصا ما يتعلق منها بأحكام الصيام وأحكام رمضان، نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بها. سؤال يقول: وقد دخلت العشر الأواخر، ما هي أفضل القربات في العشر الأواخر من رمضان؟ نذكر أولا إخواننا وأخواتنا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة أو سيرة السلف الصالح رحمهم الله في رمضان. أصلا كانوا ينتظرون رمضان انتظارا، ينتظرون هذا الموسم فيقبلون فيه على الله سبحانه وتعالى. ولعل حديث عائشة رضي الله عنها يلخص أو يصور لنا كيف كان اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم برمضان عموما ثم بالعشر الأواخر خصوصا. فتقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، وتقول: وكان يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيرها. وجاء أيضا في الرواية: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر، كناية عن التشمير والاجتهاد في العبادة. فإذا كان هذا حاله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكيف ينبغي أن يكون حالنا؟ للأسف حالنا أو حال الكثيرين في هذه الأيام على خلاف حال السلف رحمهم الله تعالى ورضي عنهم. كانوا كلما تقدم رمضان كلما ازدادوا اجتهادا في العبادة والطاعة، وخصوصا في العشر الأواخر لأنه يلتمس فيها ليلة القدر، وهذا حال النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا. أما حالنا اليوم وللأسف تجد بعض الناس أو ربما كثيرين من الناس يعني يقبلون في بداية رمضان، تكون عندهم همة مرتفعة فيقبلون على الصيام والقيام وتعمر المساجد وحلق الذكر والعلم، ولكن للأسف تفتر الهمة شيئا فشيئا يعني بشكل تدريجي حتى ينقضي رمضان. أنا أقول لعل هؤلاء لم يدركوا بركة رمضان وبالذات بركة العشر الأواخر، لأن العشر الأواخر يعني لها خصوصية بأنه يلتمس فيها أو تلتمس فيها ليلة القدر، وربما شرع الاعتكاف أو ندب الاعتكاف في العشر الأواخر ليكون ذلك أدعى لالتماس ليلة القدر. فنقول يعني لعل من أفضل القربات في العشر الأواخر التماس ليلة القدر من خلال الاعتكاف. من لم يستطع الاعتكاف طيلة الأيام والليالي يعتكف ما استطاع منها، يحيي ما استطاع من هذه الليالي، يكثر من قراءة القرآن من ذكر الله تعالى. ولا شك أن من أعظم القربات الجهاد والرباط، نسأل الله تعالى أن يثبت إخواننا المجاهدين والمرابطين وأن يحفظهم وأن يسلمهم وأن يؤيدهم بجنده وأن يمدهم بمدد من عنده، إنه سميع قريب. سؤال آخر يقول: ما حكم من أتى أهله في نهار رمضان وماذا يجب عليه؟ هذا إن كان السؤال عن من أتى أهله عامدا متعمدا من غير عذر، يعني لم يكن هناك مرض ولا سفر وفعل هذا، فهذه كبيرة من الكبائر والعياذ بالله، لأنها انتهاك لحرمة رمضان. هذه الكبيرة على عظمها لها توبة ولها كفارة،
ولأنها يعني انتهاك لحرمة رمضان فقد ترتبت هذه الكفارة مع القضاء، يعني لا يكفي القضاء، إذن هذا الذي أتى أهله وحصل منه الجماع في نهار رمضان عليه أولا التوبة، وعليه أن يمسك بقية اليوم، وعليه أن يقضي هذا اليوم الذي أفسده، وعليه الكفارة. الكفارة صيام شهرين متتابعين. طبعا الكفارة ابتداء هي عتق رقبة، الآن ما في عندنا عتق رقاب، فينتقل إلى الخصلة التالية وهي صيام شهرين متتابعين لمن كان يستطيع الصيام، ويفترض أنه من أهل الصيام بدليل أنه فعل ذلك في نهار رمضان وكان صائما. من لم يكن من أهل الصيام أو وصل إلى مرحلة لم يعني تراخى في الكفارة حتى وصل إلى مرحلة لم يعد يستطيع الصيام، عند ذلك ينتقل إلى الإطعام، إطعام 60 مسكينا. لكن أنا أقول إن كان من أهل الصيام فواجبه أن يصوم شهرين متتابعين، مع ملاحظة هنا أنه إذا كانت زوجته أيضا قد فعلت ذلك، كانت صائمة وفعلت ذلك طائعة مختارة، فعليها أيضا الكفارة على قول فريق من أهل العلم، وهذا هو الراجح، لأنه لا فرق بين الرجل والمرأة أو بين الزوج والزوجة في معنى انتهاك حرمة رمضان. أما لو فرضنا أن الزوج فعل ذلك عامدا متعمدا وأكره زوجته على هذا الفعل، فهي ليس عليها كفارة وإنما يكفيها القضاء، والله أعلم. سؤال يقول: ما حكم صيام يوم العيد، وهل يحسب أجر صيام 6 من شوال لمن أراد القضاء خلالها أو فيها؟ إذن عندنا سؤالين. السؤال الأول: صيام يوم العيد هذا لا يجوز، منهي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى، وعن أيام التشريق. فعندنا إذن 5 أيام في السنة منهي عن صيامها، لا يجوز الصيام فيها. يعني من أراد أن يباشر الصيام سواء القضاء أو صيام 6 من شوال يبدأ الصيام من اليوم 2 من شوال إن أحب ذلك، لكن اليوم 1 من شوال وهو يوم عيد الفطر هذا لا يجوز صيامه. الشق الثاني من السؤال: هل يحسب أجر صيام 6 من شوال لمن أراد القضاء خلاله؟ يعني نسأل، هل الأولى أن يبادر الإنسان الذي عليه القضاء، هل الأولى أن يبادر بالقضاء أو الأولى أن يبادر بصيام 6 من شوال؟ لا شك أن المبادرة إلى القضاء أولى إبراء للذمة، لكن الذي يحصل أنه كثير من الناس يعني قد لا تكون عنده الهمة لقضاء ما فاته ثم صيام 6 من شوال، وخصوصا النساء. المرأة التي أتاها العذر فأفطرت 10 أيام فرضا من رمضان، وإذا بدأ تقضي الآن 10 ثم تصوم 6 من شوال ستجد أنه الأمر صعب. نقول لا مانع أو لا حرج أن تبدأ بصيام 6 من شوال ثم تقضي فيما بعد إذا كان يغلب على ظنها أنها تستطيع القضاء خلال السنة، ولا تتهاون في هذا القضاء. هنا يطرح السؤال: هل بالإمكان جمع النية أو ما يسمى عند الفقهاء التشريك في النية، بحيث تكون النية عن قضاء وعن صيام 6 من شوال؟ الجواب: لا يجوز، لأنه هذا فرض اللي هو القضاء وهذا مندوب، والنية في الفريضة يجب أن تكون جازمة. أما هنا فكأن النية صارت مترددة بين الفريضة وبين النافلة فلا يصح. لكن يمكن أن نقول أيضا: من شرع في صيام القضاء ونوى القضاء فقط في أيام شوال، نقول لعل الله تعالى يكتب له أجر 6 من شوال لكونه أوقع هذا الصيام في شوال، نقول لعل الله سبحانه وتعالى يكتب له أجر ذلك، لكن الأولى والأكمل أن يصوم القضاء منفردا ثم يصوم 6 منفردة. إن كان لا يستطيع فعل كل ذلك له أن يبدأ بصيام 6 من شوال ثم يقضي ما فات فيما بعد، والله أعلم. سؤال يقول أو تقول السائلة: بدأت صومي وأنا على طهر تام، وبعد الإفطار رأيت علامة العذر، يعني تقول رأت الدم، إلا أنني لم أنتبه إلى وقته، هل حصل قبل الإفطار أم بعده؟
وبالتالي هل أقضي هذا اليوم؟ يعني هي تقول بدأت الصيام وهي على طهر، يعني في الصباح كانت طاهرة، لم ترى شيئا من علامات الحيض، وإنما رأت الدم بعد الإفطار ولا تدري. أختي الكريمة، هذا مجرد شك، الشك وحده لا يكفي للبناء عليه. طالما أنك أتممت الصيام يعني إلى المغرب لم ترى شيئا، احتمال ضعيف، وهذا مجرد شك، الشك لا يكفي للبناء عليه. فنقول طالما أنك لم ترى الدم إلا بعد المغرب بعد الإفطار فصيامك صحيح إن شاء الله، وليس عليك قضاء ذلك اليوم. لكن يمكن أن نقول إن كانت هناك قرائن تدل على أن هذا الدم قد جاء قبل الغروب، وكانت قرائن قوية من شدة الدم أو كثرة الدم أو آلام جاءتها قبل الغروب، هي أدرى بنفسها. نقول إن كانت هناك قرائن قوية على أن هذا الدم قد بدأ قبل المغرب فالأحوط في هذه الحالة أن تقضي هذا اليوم. لكن إن لم تكن هناك قرائن قوية ولم ترى الدم إلا بعد المغرب فهذا الشك لا يبنى عليه، ونعتبر أن صيام هذا اليوم صحيح إن شاء الله تعالى، والله أعلم. سؤال يقول: ما هي الحكمة من صدقة الفطر؟ يعني بدأنا نقترب من نهاية الشهر، نسأل الله تعالى أن يعين وأن يتقبل، وصدقة الفطر محلها في آخر الشهر. فهذا يسأل: ما هي الحكمة من صدقة الفطر وعلى من تجب؟ أولا، الحكمة بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، يعني وربما هي أكثر من حكمة، يعني فيها جانب تكفير ما بدر من الصائم في خلال الشهر، وفيها جانب المعونة، ممكن نقول المعونة الإسعافية أو الطارئة للفقراء والمساكين، يعني بين يدي العيد. وإحنا في عندنا الزكاة، الزكاة هي المساعدة السنوية، والأصل أنه أموال المسلمين تغطي حاجة الفقراء من خلال هذه الزكاة، والأصل أنه الزكاة لا تتقيد برمضان، العبرة بحولان الحول أو مرور السنة القمرية. لكن هذه صدقة الفطر كأنها مساعدة إسعافية طارئة خاصة لمناسبة العيد. قال في الحديث: طهرة للصائم، أو قال: طعمة للمساكين وطهرة للصائم من اللغو والرفث. ففيها جانب المساعدة للفقراء والمساكين، وفيها جانب التطهير أو التكفير عما قد يكون بدر من هذا الصائم في خلال شهر رمضان. أما على من تجب فقد وجبت على الصغير والكبير، وحتى على الحر والعبد، وعلى الذكر والأنثى، لكن هي تجب على رب الأسرة يخرجها عن نفسه وعن أهله وعن أولاده الصغار، بل حتى بعض الفقهاء يقولون إن أخرجها عن أولاده الكبار أجزأتهم كذلك، والله أعلم. طبعا في شرط أساسي هنا، أنه تجب على من ملكها فاضلة عن قوته وقوت عياله ليلة العيد ويوم العيد. ربما الحنفية لهم تفصيل آخر، لكن هذا رأي الجمهور وربما هو الأقرب، وربما يشهد له بعض النصوص. المهم أنه من ملك مقدار صدقة الفطر فاضلة يعني زائدة عن قوته وقوت عياله ليوم العيد وليلة العيد، يجب عليه إخراج هذه الصدقة. وربما يستغرب هذا، أنه هذا الإنسان طيب ما عنده إلا قوت يومه ليله، وعنده فوق هذا القوت مقدار الصدقة، هذه الحفنات من القمح أو غيره من أقوات الناس، يعني معقول يطالب هذا؟ شوفوا أخوانا وأخواتنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولعله يصور واقعا، بل صار واقعا في حياة الأمة، وليعبر على مظهر أو ليكون مظهرا من مظاهر التكافل والمواساة في هذه الأمة. قال: أما غنيكم فيزكيه الله، وأما فقيركم فيرد الله عليه أكثر مما أعطى. سبحان الله، صار هذا واقع، وهذا الذي قلنا يملك مقدار الصدقة فاضلة عن قوت يومه وليله هو فقير، لكن مع ذلك قال: وجبت عليه، لكن الله يرد عليه أكثر مما أعطى أو مما أخرج، والله أعلم. ما هو مقدار صدقة الفطر؟ يعني هو الأحاديث وردت بذكر الصاع، لكن الحنفية وربما استنادا إلى ما نقل عن معاوية رضي الله عنه
قالوا يجزئ فيها نصف صاع من القمح، يبدو هذا قدر بالقيمة، أنه نصف صاع من القمح يعادل صاع من الشعير أو صاع من التمر. لكن الذي أقوله أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أصنافا متفاوتة، تفاوتت القيمة، وهذا التفاوت كان موجود حتى في زمانه، فذكر الشعير وذكر التمر وذكر الأقط أو ما يسمى الجميد، هذا الذي يجفف من اللبن، وذكر الزبيب. طيب لو نظرنا الآن سنجد أنه فعلا القيمة متفاوتة، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا ولو بشكل غير مباشر، مع أنه خيرنا بين هذه الأنواع، أقول كأنه يرشدنا إلى أن يخرج كل إنسان بحسب حاله. الزبيب مثلا أغلى من التمر، التمر أغلى من الشعير، الجميد أو الأقط أغلى من كل هذا في أيامنا، ربما ما أدري في زمانهم ربما كان أرخص. بعض الروايات قالت صاع من طعام، فسر بعض أهل العلم بأنه المقصود صاع من غالب قوت البلد. طيب غالب القوت الآن صار الرز في كثير من بلاد المسلمين. السؤال ربما أنه هل نحن ملزمون بإخراجها من هذه الأقوات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نخرجها عينا، يعني مادة عينية من الشعير أو التمر أو الزبيب؟ هذا قول لكثير من أهل العلم، لكن أنا أفتي في هذا الزمان بجواز إخراجها بالقيمة، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وقال به بعض المتأخرين إن كان في ذلك مصلحة للفقير. وأنا أؤكد الآن، وهذا قول كثير من أهل العلم الآن، أن مصلحة الفقير أن يعطى الزكاة أو قيمة الزكاة، زكاة الفطر، أن يعطاها نقداً. أنه أخوانا هذا الفقير لو أعطيته حفنة من قمح أو شعير أو حتى الرز، ربما هذا يتيسر له، ربما يضطر، هذا واقع مشاهد، أن يبيع ما يأتيه من حبوب قمح أو شعير أو حتى التمر، هو يحتاج إلى أشياء أخرى، فيضطر أن يبيعها، ربما يبيعها بنصف السعر وربما أقل من ذلك، فيكون المنتفع الحقيقي هو التاجر. والله يا إخوة رأيناها أحياناً، يعني يجلس من يبيع فيأتي من يريد أن يتصدق فيشتري، يمشي خطوات فيعطيها لفقير، ثم يعود الفقير فيبيعها لهذا الذي يبيع ربما بنصف القيمة. ما أقول إخواننا، هنا لم تتحقق حكمة الشارع. الحديث يعني وإن كان فيه كلام، قال أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، هل تحقق الإغناء بإعطاء المواد العينية التي يضطر أن يبيعها ليحصل النقد، ولا نعطي النقد مباشرة؟ القضية محل خلاف واجتهاد، لكن أقول يعني مذهب الحنفية فيه فسحة، وفيه ربما يعني تحقيق لمصلحة الفقير، وربما فيه أيضا تحقيق لمقصد الشارع بشكل أفضل، والله أعلم. لذلك نقول لك أن تخرجها عينا، يعني تخرج الصاع من الرز أو التمر أو القمح أو الشعير، ولك أن تخرجها نقدا بقيمة ذلك. طبعا بعض دوائر الفتوى في البلاد الإسلامية لا تقدرها بأقل هذه المواد سعرا ولا بأغلاها، يعني تقدر تقدير متوسط، بحيث يكون ذلك أنفع لقطاع أكبر من الفقراء والمساكين. بقي أنه قد يسأل سائل، طالما أننا نتكلم عن مقدار زكاة الفطر، أنه الصاع مكيال قديم، ما هو مقداره الآن بما يقابله في الأوزان المستخدمة؟ يعني اختلف الفقهاء في تقدير الصاع، لكن أنا أميل إلى تقدير الجمهور، الشافعية والجمهور قدروا تقريبا باثنين كيلو وربع أو 2 كيلو و400 غرام، وهذا أحوط ربما، يعني هذا هو مقدار الصاع. فمن أراد أن يخرج القيمة يقدر سعر هذه الكمية من الرز باعتبار غالب الأقوات الآن، أو من القمح أو من التمر أو من الزبيب بحسب حاله. ننصح من وسع الله عليه أن يوسع على فقراء المسلمين، ونسأل الله تعالى أن يتقبل من الجميع. نصل بهذا وإياكم أيها الإخوة إلى نهاية حلقة اليوم، وعلى أمل اللقاء بكم في حلقة أخرى إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا